بنيت السلطة الفلسطينية بنية سلبية لا علاقة لها بالنضال الفلسطيني العسكري، فقط يدوب حتى تكون طرفا في النضال السلمي. من الصعوبة المكان يعني تكون طرفا في النضال السلمي للشعب الفلسطيني، وهذا واضح أن السلطة الفلسطينية لا تريد أن تدخل في معركة مع إسرائيل، لأنها يعني تخضع كليا لبنيتها الداخلية، تخضع للسيطرة الإسرائيلية، ولا يوجد لديها استقلال كامل أو قدرة على تكون لديها الموارد والتواصل العالم الخارجي، وبالتالي هي بنية ضعيفة هشة ولا تستطيع أن تفعل شيء يعني في هذا الصراع.